ما رأيكم فيما قاله واحد اسمه أحمد راسم الخسيس على أن صلاح الدين الأيوبي هو مدمر للحضارات الإنسانية الإسلامية؟ طبعا هذا كلام لا يخرج إلا من فم خبيث باغض لأهل السنة. هذا الرجل من الشيعة الذين طمس الله تعالى على قلوبهم، نسأل الله تعالى العافية. هذا الرجل وأنا أعرفه جيدا، هذا الرجل شيعي جد خبيث يكره أهل السنة ويبيح دماءهم ويتمنى أن تزول دولة السنة في مصر وأن تحكم إيران مصر. هذا الرجل يتمنى ذلك، فنسأل الله تعالى أن يخزي وأن يخزي أمثاله من الشيعة الملاعين.